نأخذ اليوم يا أول تنويم الفتح بعد أخذنا لدرس الثلج. سنأخذ درس تنوين الفتح. أخذنا بالفصل الأول تنوين الضم وتنوين الكسر. قد تعرفنا إلى تنوين الضم وتنوين الكسر. دعونا نذكرهم معا. مثلا عندي حرف السين، عندي حرف السين، عليه تنوين الضم، صوته أن أصبحت سن. أيضا أيضا حرف السين عليه تنوين الكسر، اسمه سين وصوته إس، تنوين الكسر يكون تحت الحرف. الأخ الثاني، الأخ الأول تنوين الضم، أما الأخ الثالث ألا وهو تنوين الفتح، ويتميز تنوين الفتح بأن صناديقه آ. سنتعرف إلى أن هناك بعض الحروف لا نضيف إليها آ، لكن جميع الحروف نضيف إليها آ، وسنتعرف إلى كيفية الكتابة والقراءة الآن. عندنا حرف، عندنا تنوين الفتح والحرف الأول، عندنا تنوين الفتح والحرف الأول ألا وهو حرف اللام، ال ال. سنضع عليه تنوين الفتح، ال سنضع عليه تنوين الفتح، وسنضيف إليه آ، أصبحت لا المتعارف عليه، وصوت تنوين الفتح لأن، إذا أصبحت لن. لن الحرف الثاني أو المقطع الثاني، الحرف الثاني اللي هو إت. إت ضعنا عليه تنوين الفتح وسنضيف إليه آ، هي تا مع تنوين الفتح أصبحت تان. تان الحرف الثالث إت، وضعنا عليه تنوين الفتح وسنضيف إليه آ، أصبحت بن. الحرف الثالث إس، سنضيف، سنكتب، سنرسم تنوين الفتح ونضيف آ، هي سا مع تنوين الفتح سان. إذن لن تن بن سن، صوت تنوين الفتح أن. سنتعرف إلى كيفية قراءة هذه الكلمة معا. هيا يا أول نتعرف على كيفية كتابة هذه الكلمة وتحليلها. هيا وتحليلها. إر مع الفتحة ماذا تصبح؟ راه. راه. إج سنأخذ هذا الحرف بعد هذا الدرس ضمه. جو. عندنا المقطع هذا المع الآ لا، لكن عندنا تنوين الفتح، سنكتب تنوين الفتح على الحرف ال وسنضيف آ، رجلا مع تنوين الفتح رجلا، رجلا رجلا. الكلمة الثانية، الكلمة الثانية إم مع الفتحة يا أول، إم مع الفتحة ما، إم مع الفتحة ما، مع الإر أن ساكن وقبل متحرك، ساكن وقبل متحرك، إم فتحة ما مع الإر، ما إر مر، مر إح فتحة. أخذنا حرف الحاء الفصل الأول مرحة، ابقى با مع تنوين الفتح بن، بن. الكلمة الأخيرة، إذن الكلمة الأولى رجلا مرحبا، والكلمة الثالثة دعونا نتعرف إليها، إج فتحة
إج فتحة ج. إر فتحة ر. إس مع تنوين الفتح. إس مع سا. وضعنا حرف الإس ووضعنا عليه تنوين الفتح، ثم إضفنا آسن جرسن جرسن جرسن. أضع دائرة حول الحرف المنون بتنوين الفتح. ارمع الآراء مع تنوين الفتح. ران إز فتحة ز. م مع الآ ما. ز هنا فتحة، فتحة لوحدها ما بدنا إياها، لا نريدها. إم مع تنوين الفتح. إم آما مع تنوين الفتح. من و لا دن دن تنوين ضم ما بدنا إياها. شن تنوين كسر. تن هنا يا أول، من منكم يلاحظ أن هنا حرف التاء المربوطة المنفصلة ما أضفنا إليها عنا يا أول، التاء المربوطة المنفصلة، التاء المربوطة المنفصلة التاء المربوطة المنفصلة والتاء المربوطة المتصلة والهمزة، مثلا زي مثل كلمة سماء أو ماء. سماء أن وضع التنوين الفتح على الحرف مباشرة، لا أضيف آه، ما بضيف آه يا أول، ما بضيف آه على بعد حرف الهمزة أو التاء المربوطة المتصلة أو المنفصلة، التاء المربوطة المتصلة أو المنفصلة. دعونا نكمل. أضع دائرة حول الكلمات التي تحتوي تنوين الفتح. دعونا نضع دائرة حول كلمة التي تحتوي تنوين الفتح. زي دن إد مع تنوين الفتح. إد مع الآداء، وهنا يوجد عندنا تنوين فتح، إذا سنضع دائرة على الكلمة. ج ميل تنوين ضم مش تنوين فتح ما بدنا إياها. بيتا تنوين فتح أصبحت الكلمة بيتا تنوين فتح. ثامي رن ما بدنا إياها، عليها تنوين ضم ثامي. فل جا كيف نعرف إن تنوين فتح هي أول؟ يوجد عندنا آ وقرأناها مثلا زي دا جا، ووجد عندها وجد عليها تنوين فتح أصبحت ثلجن ثلجن ثلجن. التمرين أضع تنوين الفتح فوق الحرف الملون، أضع تنوين الفتح فوق الحرف الملون. أين هو الحرف الملون؟ سأضع عليه وألونه في وأضع تنوين الفتح فوق الحرف الملون. هتف الأطفال مرحبا، انظر يا أول حرف باء وضعت عليه تنوين الفتح، من ثم أضفنا الآ مرحبا. يرفرف علم على علم علم بلادي عاليا، نضع تنوين الفتح حرف الياء ومن ثم نضيف آ أصبحت عاليا عاليا مرحبا. وحلل الكلمات إلى مقاطع، إما على الفتحة ما مر مع الحرف الساكن، ساكن ما قبل المتحرك. مر و عن مر فو عن فو مع بعض المد طويل.
مع التنوين الفتح عن مرفوع عن الكلمة الثانية، إن مع الضمة مو، إن مع الضمة مو. إد مع الآ، دا مع تنوين الفتح سنضيفها على الإد، ثم نضيف آ، مفيدا مفيدا. بو إي مع الأو، يو يو يو. اتآ تآ مع تنوين الفتح، تن بيوتا بيوتا. مفيدا مفيدا، مرفوعا مرفوعا. أركب من المقاطع كلمات ثم ألفظ ثم ألفظ. التمرين السادس، قمنا بتحليل الكلمة. هنا سنركب إعفة حاء مع الإي عليها سكون ساكن قبل متحرك، ع مع الإي، عي. إن مع الآ، نا مع تنوين الفتح، نن عينا عينا. الكلمة الثانية، ع إن كسرة، مي. ار مع الآ، را مع تنوين الفتح، رن عامرا عامرا. عينا. الكلمة الأخيرة، ري ي مع الآ، يا إح آ حا مع تنوين الفتح، حان رياحا عامرا عينا. ننتقل إلى أقرأ. شاهد عامر فراشة. هيا ردد يا أول، سيكون فيها إملاء. التمرين الأخير، سنكتب بخط جميل الصفحة الأخيرة وسنلون تنوين الفتح. هذا التمرين واجب يا أول. مرحبا، سنلون هنا تنوين الفتح وسنراجع مع بعضنا البعض كيفية قراءة تنوين الفتح وكتابة الكلمات بالشكل الصحيح وقراءتها. سنكتب هنا بخط جميل هذه الكلمات التي قمنا بتحليلها من قبل. ألقاكم في الدرس الذي يليه إن شاء الله. إلى اللقاء.